نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبين الحديث الشريف نعمتين عظيمتين لا يعرف قدرهما كثير من الناس ولا ينتفعون بهما: صحة البدن والنفس وقوتهما، والفراغ وهو الخلو من شواغل العيش وهمومه والتمتع بالأمن والطمأنينة. والمراد أن المرء يظلم نفسه إذا كان صحيح الجسم معافى وعنده فائض في الوقت، ثم لم يستخدم هاتين النعمتين فيما ينفعه في دينه ودنياه وينفع الناس. فينبغي للمؤمن استغلالهما في الكسب الحلال وزيادة الطاعات والقربات والإحسان إلى الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. أما إذا تركهما فقد خسر الدنيا والآخرة. فالإسلام دين عمل ومبادرة، والصحة نعمة عظيمة يسأل المرء عنها يوم القيامة، فتشهد أعضاؤه على ما فعله من خير أو شر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ أخبرونا ماذا تفعلون في أوقات الفراغ؟